البطولة الحالية، منتخب السويد واجه مين على مدار البطولة؟ منتخب السويد بطل أوروبا، البداية حقق الفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 34-27، ثم الفوز على أوروغواي بنتيجة 47-12، ثم على البرازيل بنتيجة 26-18، وتأهل كأول المجموعة للدور الرئيس علشان يكون بيلعب المجر وأيسلندا والبرتغال. حقق الفوز على المجر بنتيجة 37-28، بعدها كسب أيسلندا بنتيجة 35-30، وأخيرا فاز على البرتغال بنتيجة 32-30 علشان يتأهل كأول لمجموعته، ويصعد كمان منتخب المجر كتاني لهذه المجموعة. بالنسبة بقى لتاريخ مواجهات منتخبنا الوطني والمنتخب السويدي في الهاندبول، زي ما كنت بقول لحضراتكم في بداية الحديث إنه متكافئ بشكل كبير. خليني أقول لكم آخر 5 مواجهات رسمية ما بين مصر والسويد شهدت ندية وإثارة كبيرة. حققت مصر الفوز في مباراتين، فيما تفوقت السويد في 3 مباريات. في أولمبياد طوكيو عام 2016 فازت مصر على السويد بنتيجة 26-25. في بطولة العالم في عام 2017 فاز المنتخب السويدي على مصر بنتيجة 33-26. في بطولة العالم في عام 2019 فازت برضو السويد على مصر بنتيجة 27-24. وفي بطولة العالم في عام 2021 واللي أقيمت في القاهرة فازت السويد على مصر بنتيجة 24-23. وأخيرا في أولمبيكس طوكيو 2020 فازت مصر على السويد بنتيجة 27-22. استعرضنا مع حضراتكم النتائج اللي حصلت هد تو هد ما بين مصر والسويد في آخر 5 لقاءات، واللي في عدد كبير من المباريات دي بيكون الفوز حليف المنتخب بفارق رمية وحيدة، فبالتالي ده بيوضح قد إيه إن إحنا فرصتنا مش بعيدة إن إحنا نكون بنحقق المكسب إن شاء الله مع جيل حالي مميز جدا والجهاز الفني، نقدر نكون إن شاء الله في المربع الذهبي. ونبارك كلنا كده بكرة الصبح هنا في صباح أون تايم لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، اللي بنحييه على الاجتهاد وعلى الاحترام وعلى ان هو سفير محترم للرياضيين المصريين، بيشرف الرياضة المصرية. عندنا اللعيبة تفرح شكلهم في الملعب وخارج الملعب، امكانياتهم، ثقافتهم، احترامهم، كل حاجة الصراحة في منظومة كرة اليد تعتبر بتمثل الرياضة المصرية بشكل جيد جدا جدا. ده اللي احنا بنتمناه يكون كمان في كل الرياضات في الفترة اللي جاية.